أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. أقرت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جلدت بأن حكومة الكاظم الحالية لم تسيطر حتى الآن على مزاد العملة الأجنبية في البلاد. أضافت جودة أن هناك الكثير من الحوالات المزيفة التي ساهمت بتهريب العملة الأجنبية إلى خارج البلاد، ما انعكس بشكل مباشر على اقتصاد العراق، مشيرة إلى أن الحكومة غير قادرة على فرض سيطرتها بتحديد الأسعار في الأسواق، كما أنها عاجزة عن إنشاء أسواق تعاونية لتوفير السلع والخدمات والمواد الغذائية بأسعار مدعومة للمواطن. أكدت وزارة الزراعة في العراق توجهها لفتح باب الاستيراد لمحصولي الطماطم والخيار لسد الاستهلاك اليومي. ذكرت الوزارة أن وزير الزراعة محمد الخفاجي دعا اللجنة الخماسية في الوزارة إلى اجتماع طارئ لمناقشة شح المنتج المحلي من محصولي الطماطم والخيار في الأسواق لسد الحاجة المحلية. كما أكدت الوزارة أن هناك توجهاً لفتح استيراد مقنن وبكميات محدودة لأجل سد الحاجة المحلية في الوقت الراهن بعد ارتفاع أسعار محصولي الطماطم والخيار بسبب شح الإنتاج محلياً. هبطت أسهم شركة جينيل إنرجي المستقلة 16% وهي أكبر نسبة منذ آذار 2020 ليتم تداولها عند 114 بنسا، حيث بلغ سعر السهم الواحد 115.8 بنسا في تعاملات لندن. يأتي هذا التراجع على خلفية توجه الحكومة في أربيل لإلغاء مشروع تطوير حقلي بين باوي وميران للغاز الطبيعي. بدورها قالت الشركة إنها لا ترى أي أساس لمثل هذه الخطوة، مضيفة أنها سوف تتخذ خطوات لحماية حقوقها. سجلت أسعار النفط في الشرق الأوسط أكبر خسارة أسبوعية منذ 9 أشهر بنزولها في آخر جلسة لها قبل إغلاقها، وانخفض خام البصرة إلى أكثر من 8.5% في أسبوع في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة ليصل إلى 66 دولاراً و23 سنتاً، مسجلاً خسارة أسبوعية بلغت 8.56%. كما شهد الخام العربي السعودي انخفاضاً في آخر جلسة له بلغت نسبته 0.86% ليصل إلى 67 دولاراً و77 سنتاً، فيما انخفض الخام الكويتي بنسبة 4.33% ليصل إلى 67 دولار و47 سنتاً للبرميل. طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية موردي الأدوية والسلع الأساسية بالعمل على تثبيت الأسعار بهامش ربحي مقبول وبما يتماشى مع حالة المواطن المعيشية. وتوعدت الوزارة المخالفين بتطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أهمية تثبيت أسعار الدقيق والرز والزيوت النباتية والسكر والحليب، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن عدم استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة. أعلن وزير الخزانة والمالية التركي لطفي علوان أنه يتوقع أن يسجل اقتصاد البلاد نمواً بأكثر من 8% خلال عام 2021 في حال عدم حصول أي صدمة خارجية متعلقة بجائحة كورونا. وأضاف في كلمة خلال برنامج ملتقى رجال الأعمال في ولاية كوجلي أنه يتوقع أن يسجل الربع الثاني من العام الحالي نمواً بأكثر من 20% بفضل الانتعاش القوي في الإنتاج والصادرات والخدمات. وأوضح علوان أن منح الانتعاش التدريجي في قطاع الخدمات وخاصة في السياحة مستمر مع زيادة معدل التطعيم في البلاد. إلى اللقاء.